أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتعطون أفواجا وفتحت السماء فقالت أبوابا سيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لعبسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برطا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا فكذبوا بآياتنا وهم كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يملكون عزنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا كريما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والناديات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون إنا لمردودون في الآخرة أإذا كنا عظاما نهرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى وقال أنا ربكم الأعلى. فعزه الله قال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها مطعا لكم ولأنامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وعاصر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مكان ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى مالك ألا أن يزكى وعما من جاء قصده هو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل أسكر أسر
قتل الإنسان ما عفر من أي شيء خلقه من نطفة هلكه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا سببنا مع صبا ثم شككنا الله شكا فعبتنا فيها حبة وعنبا وقلبا وزيتونا ونحلة حدائق بالغلبة فاكهة وأبا مطعما لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصرخة فهم يفر المرء من أهله وأمه وأبيه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم شيء غني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أو وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الشعر قتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زوجت وإذا البحار فجرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سئرت وإذا الجنة أزلفت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عن جوزي.